إلى تسلم جائزة نوبل للسلام الرباعي الراعي للحوار الوطني، وأكد من أوسلو أن الجائزة تكريم للشعب التونسي وتتويج لمساره نحو الحرية والديمقراطية. إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين وحدات عسكرية ومجموعة إرهابية في جبل الشعامبي بالقصرين. نواب المعارضة يلوحون بالطعن في مشروع قانون المالية لدى المحكمة الدستورية، والجلسة العامة تواصل المصادقة عليه بنواب الائتلاف الحاكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. تحتضن العاصمة النرويجية أوسلو غدا موكب تسليم جائزة نوبل للسلام التي منحت هذه السنة للرباعي الراعي للحوار الوطني لما بذله من جهود من أجل تجنيب البلاد تبعات انقسام سياسي، وذلك بجمع الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار. ساعات فقط تفصل تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني عن تسلم جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو، لتخط هذه الجائزة شهادة دولية من العيار الثقيل على نجاح تونس في الخروج من أزمتها السياسية وتجاوز المخاطر التي كانت محدقة بها بآلية تونسية هي الحوار. الرباعي الراعي للحوار الذي حظي أمس بشرف وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قصد النرويج محملا برسائل إلى العالم تحت مسمى واحد، الحوار ولا شيء غير الحوار لحل الأزمات وتجاوز الخلافات، ومتفقا على أن التكريم تجاوز المنظمات التي نجحت في بصدع الحياة السياسية في تونس إلى شعب بأكمله وإلى الشهداء الذين روت دماؤهم الزكية هذه الأرض لتزهر الحرية. أوسلو عاصمة النرويج التي تمنح فيها الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلام استعدت لهذا الحدث الدولي الهام بوضع اللمسات الأخيرة والترتيبات اللازمة حتى يكون موكب التسليم في حجم الحدث. أما هنا في تونس فالأنظار متجهة إلى أوسلو تنتظر لحظة تاريخية يكتب فيها اسم تونس بالبنط العريض تونس السلام. وقد نظم معهد البحوث حول السلام بأوسلو اليوم ندوة حول الحوارات الوطنية كأداة للخروج من الأزمات في عديد الدول، استأثرت التجربة التونسية للحوار الوطني بحيز هام منها في عرض قدمه رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري. وعلق الباحث في منظمة الأمم المتحدة هانسل سيبيرت على تجربة الحوار بالقول إن رباعي الراعي للحوار الوطني في تونس يستحق عن جدارة جائزة نوبل للسلام. أعتقد أن تونس بإمكانها أن تكون نموذجا يحتذى، فالشعب التونسي باستطاعته أن يلهم العالم، فهو ملتزم بإرساء السلام والتعاون معا وبلوغ التوافق لتحقيق مستقبل أفضل لتونس. And to come together to an agreement and together create a new country. الدور الذي لعبه الحوار الوطني كإطار والرباعي الوطني كقائد لهذا الإطار، وفسرت كيف صنع هذا التوافق وكيف ذهب في اتجاهات ثلاث: أولا حسم الخلافات المتعلقة بالإشكالات الأخيرة في كتابة الدستور والتخلي عن صيغة غرة جوان 2013 والذهاب إلى الصيغة التي صوت عليها في جانفي 2014، هذا كمخرج أول. المخرج الثاني كان الاتفاق على استبدال الحكومة بحكومة القائمة في ذلك الوقت بحكومة مستقلين تؤمن مناخ ملائم للانتخابات، وثالث مخرج كان إنجاح ونجاح المسار الانتخابي في محطات ثلاث. وقد أكد الرباعي الراعي للحوار الوطني خلال ندوة صحفية عقدت بمؤسسة نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية أوسلو أن جائزة نوبل للسلام إنما هي تكريم للشعب التونسي وتتويج للمسار الصعب الذي اختاره من أجل أن ينعم بالحرية ويعيش في بلد ديمقراطي.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن جائزة نوبل السلام يستحقها الشعب التونسي وكل الشهداء الذين سقطوا من أجل إنجاح المسار الديمقراطي. وقال في هذا الصدد أن تونس مرت بفترة سياسية صعبة حيث كانت المخاطر محدقة بها من كل جانب، لذلك قرر رباعي العمل على تجنيب البلاد تبعات هذه المخاطر عبر دعوة جميع الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار. هناك تجاذبات كانت هناك أيضا حتى وصلت إلى بعض العداوات بين بعض الأطراف، وكان لابد من أن يأتي أشخاص عندهم مصداقية في داخل مجتمعنا. ما كانش عندنا طريقة أخرى غير هذه، لأنه لو تركنا الأمر يتواصل ربما لكان وضع تونس مثل الوضع اللي نشاهده الآن في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من الدول. وأكد العباسي أن المنظمات الراعية للحوار الوطني لم تكن تنتظر تتويجا دوليا، وأن ما كان همها الأساسي تجاوز العراقيل التي تواجهها تونس، وأن الجائزة ألقت على عاتق المنظمة مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى المرحلة القادمة، خاصة وأن تونس تمر بمخاطر أخرى حسب قوله أبرزها ظاهرة الإرهاب. واعتبر أن ممثلي المنظمات الأربعة الراعية للحوار في تونس سيصبحون حسب تقديره سفراء سلام في العالم، وسيعملون على قيادة حوارات أخرى والمساهمة في التخفيف من التوترات والحروب عبر العالم. أولا الرسالة الأولى هي أن زل النزاعات الخلافات مهما احتدت لا يمكن حلها إلا بالنقاش، السلاح لا يؤدي إلا إلى الدمار. رسالة الأحزاب التونسية التي سهلت الحوار وأنجحته حتى تواصل هذا النهج، حتى تتحاور مع بعضها لبناء الديمقراطية. وعبر الرباعي الراعي للحوار الوطني أن هذه الجائزة تتويج مرحلة سياسية كبيرة في تونس، وأن لها دلالات رمزية تلقي على كاهل جميع القوى في تونس مسؤولية أكبر من أجل إنجاح المسارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي موجهة بالأساس إلى الشعب التونسي بأسره وإلى أرواح الشهداء وكافة المناضلين والنقابيين وكل من آمن بقيم الديمقراطية والجمهورية وحقوق الإنسان. ونذكركم مشاهدينا الكرام أن التلفزة الوطنية ستخصص يوم غد الخميس برنامجا مباشرا مفتوحا يتم خلاله تغطية وبث مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام واستلام الرباعي الراعي للحوار الوطني الجائزة. هذا البرنامج الخاص ينطلق بداية من منتصف النهار ويستضيف مجموعة من الشخصيات الوطنية لتثمين الحدث وإبراز أهمية هذه الجائزة بالنسبة للتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي والعلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة. كما يتخلل البرنامج مداخلات مباشرة من أوسلو لمراسلي التلفزة الوطنية. في الشأن الأمني والعسكري، أكد مصدر بوزارة الدفاع الوطني أن تبادلا لإطلاق النار جد اليوم بين وحدات من الجيش الوطني ومجموعة إرهابية أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة لا تكتسي أي خطورة حسب تعبيره. أوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت أثناء قيام الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط دورية لملاحقة الإرهابيين في جبل الشعاب بالقصرين. وأضاف أن الوحدات العسكرية قد رصدت مجموعة الإرهابية أثناء قيامها بالتمشيط فتعقبتها وتبادلت إطلاق النار معها، مؤكدا أن التمشيط ما زال متواصلا. وفي بلاغ لها تعلم وزارة الدفاع الوطني أنه تقرر تمتيع أزواج وأبناء العسكريات بمجانية العلاج حسب شروط نفسها المعتمدة بالنسبة للعسكريين الذكور. ويذكر أنه قبل هذا القرار كان العسكريون من الذكور فحسب يتمتعون بمجانية العلاج لفائدة زوجاتهم وأبنائهم الذين هم في الكفالة في المؤسسات الصحية العسكرية. أكد مصدر أمني أن معبر رأس جدير الحدودي سيعاد فتحه أمام كل المسافرين والبضائع في الاتجاهين بداية من منتصف ليلة الخميس بعد انقضاء مدة غلقه ل15 يوما بقرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني على إثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة. وأضاف المصدر ذاته أن الحركة بالمعبر تعود يوم الجمعة إلى سالف نشاطها مع الحرص على أخذ كل الاحتياطات
الضباط الأمنية وتكثيف المراقبة على كل الوافدين حماية للأمن الوطني وسلامة التراب التونسي. كما أكد مصدر عسكري أن الحضور الأمني والعسكري مكثف على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، حيث تتمركز مختلف التشكيلات بمواقعها معززة بالمراقبة الإلكترونية وبالدعم الجوي، مؤكدا جاهزية القوات العسكرية وترفيع درجة اليقظة والتأهب. خلص اجتماع الدورة 39 لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس إلى مزيد إحكام التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين جميع الدول العربية لأجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها. يسعى قادة الشرطة والأمن العرب الذين يشاركون في إشغال الدورة 39 لمؤتمرهم إلى صياغة استراتيجية عربية تمكن من إحكام التنسيق والتعاون فيما بينهم لمجابهة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وبخاصة في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر تتنامى فيه المخاطر الإرهابية وتتواصل فيه النزاعات المسلحة بعدد من الدول العربية. كلنا بنواجه الإرهاب وكلنا في نفس المشكلة، لازم نواجه الإرهاب بشتى الطرق، وإن شاء الله في تعاون في كافة المجالات من كل الدول الشقيقة إن شاء الله عشان نواجه ظاهرة الإرهاب. الاجتماع هذا باش يقع فيه عملية مهمة من التنسيق، من التضامن، من التعاون، وخاصة وضع الاستراتيجيات العربية المشتركة بين كل البلدان، حتى ولو ربي يحمي البلدان اللي ما فيهاش إرهاب، ولكن بين كل البلدان العربية للتوقي والتصدي للتنامي الظاهرة الإرهابية. وأمام تنامي خطر الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات الذي يهدد أمن الأقطار العربية، اقترحت الجزائر آلية الأفريبول التي من شأنها تدعيم التعاون الأمني الإقليمي. كما توصل قادة الشرطة العربي لمزيد تدعيم العمل الأمني المشترك عبر تبادل المعلومات والتنسيق فيما بينهم من أجل محاربة الجريمة بكل أشكالها. أهم التوصيات تجسدت في المجهودات التي تقوم بها الدول العربية في العمل الأمني المشترك ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وكل أشكالها، وخاصة الجرائم الحديثة أي الجرائم الإلكترونية. وعلى هامش أشغال الدورة 39 لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، تم توزيع جوائز لأفضل الأفلام التي توثق لمنجزات قوات الشرطة العربية في مكافحة الجريمة. أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن أحد أعوان الأمن المكلفين بالحراسة بمدخل متحف باردو أطلق ظهر اليوم على وجه الخطأ 3 خراطيش من سلاحه لم ينتج عنها أي ضرر، وأكدت الوزارة أن هذه الحادثة ليست لها أي علاقة بأي عمل إرهابي. أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بأنه قد تم كشف شبكة متورطة في مجال افتعال مختلف أصناف الوثائق الرسمية بغاية الحصول على تأشيرات من السفارة الفرنسية بتونس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار، وضبط أفرادها متلبسين. ومكنت هذه العملية من حجز 14 جواز سفر لدى هذه العناصر، من بينها ما هو مختوم بتأشيرات سفر لدول الاتحاد الأوروبي ودفاتر عائلية شاغرة دون أي بيانات يتم استغلالها في عمليات التدليس. كما تم حجز 9 أجهزة حاسوب من بينها ما تحتوي على عدد هام من الوثائق المفتعلة ونماذج مختلفة لعدد هام من الأختام والطوابع التابعة للمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية وغيرها. وبينت الوزارة أن الأبحاث كشفت تورط 15 شخصا في هذه القضية، من بينهم موظفين تابعين لإدارات عمومية وشخص يحمل جنسية دولة عربية وتونسيين يحملان جنسية دولة أوروبية يعملان بإحدى السفارات الأوروبية بتونس. وتمكنت الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش الحرسي الوطني بالعوينة من ضبط مبلغ مالي قدره 60 ألف دينار نقدا، وقد تمت إحالة الموقوفين على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وإصدار بطاقات قضائية تقضي بإيداع جميع المتهمين بالسجن. يبحث المنتدى العربي الرابع لاسترجاع الأموال المنهوبة الذي تحتضنه تونس في كيفية التسريع في مسار استرجاع هذه الأموال وسط تعقيدات سياسية وقانونية عطلت تقدم هذا الملف خلال السنوات الأخيرة. وقد أكد ممثل الأمم المتحدة في هذا المنتدى قرب استرجاع تونس لدفعة جديدة من هذه الأموال خلال الأسبوع الجاري.
تونس لن تترك أموالها المنهوبة رغم أن النتائج المحققة في الغرض ما زالت دون انتظارات الشعب التونسي بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار استرجاع الأموال المهربة في الخارج. هي أبرز النقاط التي شدد عليها وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني خلال افتتاحه الرسمي للدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة. هناك حسابات مشفرة، هناك صعوبة في استرداد الأموال المنهوبة هناك صعوبة كذلك في معرفة الأموال، مثلا في ميدان الصفقات العمومية مع المارشي بيبليك. العملية تقع في الخارج لا نعرفها، مع إجراءات الصفقة هي إجراءات مطابقة للقانون، ليس هناك إشكال قانوني، تقع في تونس، ولكن المال الذي وقع نهب ويقع في الخارج بين الأشخاص وليس له علاقة بالصفقة العمومية التي هي صفقة ثابتة قانونيا وليس فيها إشكال قانوني. نتائج وإن كانت دون المأمول فإن تونس تمكنت مؤخرا من استرجاع بعض المبالغ. أعتقد أنه إذا كان هناك بشرة تزف اليوم بأنه لوكسمبورغ بلغونا رسميا بأنهم على استعداد لاستعادة بعض الأموال، لإعادة بعض الأموال الموجودة لديهم، وعملية إعادة الأموال البعض منكم الآن بيقفز لي على الأرقام، كم الرقم، ولكن أنا أعتقد أنه لا تهم الأرقام بقدر ما يهم المبدأ، خلق المبدأ. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ولكن يجب القول أن تونس تسير على طريق الصحيح لاسترجاع أموالها المنهوبة لكونها تمكنت من إعادة البعض من الأموال والممتلكات. استرجاع لا يخفي عديد الصعوبات المتمثلة خاصة في عدم رغبة بعض الدول في التعاطي الإيجابي مع هذا الملف حسب المشاركين. أنت تعرف الآن الأموال الموجودة لديك هي أموال مسروقة، والمسروق موجود أمامك، ويجب عليك أن تعيد هذه الأموال لهذه الشعوب لمحاربة الفساد، للحفاظ على الحد الأدنى من التنمية لهذه الدول. مرات يقول لك القانون هو الواجب التطبيق، قانون البلد، ومرات أخرى هناك ضعف في الأدلة، ومرات أخرى يقوم بحفظ بعض أجزاء من الدعاوى. المهم تلمس بدون عناء، بل تتأكد أنه الناس دي مش عايزة ترد الفلوس دي، لأنه هم أصحاب مصلحة في استثمارها. استرجاع للأموال تبقى نتائجه ضعيفة، وهو ما دفع المشاركين في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة إلى دعوة الدول إلى أهمية إدخال آليات جديدة لمحاربة الفساد وإجبار الدول على إرجاع الأموال إلى أصحابها. ومن الحمامات تنضم إلينا مفادة الأخبار أماني الطرهوني. أماني، من خلال اليوم الافتتاحي ما هي أبرز النقاط التي تم التطرق إليها في هذا المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، وإلى أي مدى يتقدم التعاطي مع الملف التونسي؟ عرم، أهلا بك. إذن في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة من قطر إلى تونس، البحث عن النتائج في استرداد الأموال، أطلقت الدول المشاركة دعوات لمضاعفة ودعم التنسيق الدولي من أجل استرداد هذه الأموال. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة السيد جمال إسحاب، قاضي تحقيق أول بالمكتب الأول للقطب القضائي المالي. إذن سيد جمال، أهلا بك. اليوم وبعد مرور قرابة الأربع سنوات، ما زال الملف ربما معقد نوعا ما وغامض نوعا ما، ما هي الصعوبات التي يعني تحول في هذا الملف اليوم؟ في الحقيقة صعوبات عديدة، متعرف جريمة غسل أموال جريمة عبر الحدود، جريمة معناها تم إنتاجها في تونس تعاون دولي، والمسألة فيها جانب سياسي، هو إرادة سياسية من الدول اللي موجودة فيها الأموال هذه، وجانب قانوني اللي هو نهتم به نحن وفي اللقاء هذايا فبني لتذليل الصعوبات القانونية المتمثلة في اختلاف التشريع مع الدول هذه. ماك تعرف مش الدول كل مثلا تعتمد الحكم الغيابي أو تعتمد حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام أو غيره. صعوبات معناها اختلاف المؤسسات، النظام المؤسساتي يختلف، ثم أن هذه
هذه الدول كذلك تحب عندها اشتراطات، تحب تعرف توفر ظروف شروط المحاكمة العادلة، تحب تعرف القانون التونسي ايش فيه، تحب تعرف الإجراءات التونسية كيفاش، إلى درجة أنه يوصلوا يحبوا يعرفوا مآل الأموال هذه في صورة استرجاعها، هل أنه باش يقع معناها استعمالها في التنمية ولا استعمالها للمناطق المحرومة أو أنه باش تحط في صندوق أو في ما إلى ذلك. إذا العملية معقدة، وهذاك علاش نحن نحبوا نعتمدوا الاتصال المباشر واللقاءات هذه تخلينا نقعدوا مع الدول هذه كما كندا كما سويسرا كما فرنسا كما بريطانيا وغيرها ونتحدثوا في تقنيات الامور، مساله الانابات الدوليه شنو هي الحاجات اللي هما طالبينها، شنو النقاشات معاهم، نوضحوا لهم الصوره، نحكي لهم نذلوا بعض الصعوبات باش نجموا نوصلوا الى نتائج. سي جمال، كثر الحديث حول المبالغ الماليه واموال طائله او اموال عاديه بعد لبنان، مبلغ لبنان بعد يختين وطائرتين، هل من فكره عن هذه المبالغ او العقارات الموزعه والبلدان التي تتوزع فيها اليوم؟ في الحقيقه الاموال مختلفه، فما اموال سائله، من اموال في البنوك، فما شركات، فما حصص في الوسط، فما عقارات، والمسارات مختلفه معناها، فما دول ما لقينا منها تعاون، فما تقدم في بعض المسارات كما سويسرا كما لوكسمبورغ كما فرنسا زاد كذلك، هناك تقدم، كندا هناك تقدم زاد كذلك، ما زالت اشواط، ما زالت. هل هناك مبلغ من سويسرا متوقع قريبا؟ والله هناك وعود جديه، فما مبالغ من سويسرا ولا من لوكسمبورغ ولا حتى من ان شاء الله، يقولوا انه في تقريبا ما نافضينا الاشكالات الاجرائيه، وهناك وعود انه على اساس انه يقع من يسترجع جمله من المبالغ هذه الموجوده. المطلوب اليوم ما الذي يجب ان نفعله اليوم لاسترداد هذه الاموال اليوم؟ والله هذا المسار ابتدى معناها من 2012 ولا زال يتواصل، ما تعرف ماهوش أربعة ولا خمسة دول، هذه معناها مسألة في 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 عبر الخمس قارات، وفي هناك مناطق معناها ملاذات جبائية وفما نظم قضائية مختلفة، وهذه جريمة تعتمد على الإخفاء وتعقيد المسالك معناها ومعناها البحث عليها مسألة ماهيش هينة. احنا تو مشينا أشواط، على كل حال القضاء التونسي فيه كفاءات، ظهرنا معناها كفاءات كبيرة، ناقشناهم وأقنعناهم وفهمناهم برشا حاجات. بون المطلوب هو دعم القطب القضائي المالي، دعم هالمجهود هذايا والمواصلة في نفس المسار، فما ربما يقع تحقيق نتائج إن شاء الله في الفترة القادمة، وإن شاء الله في الـ في الـ في الـ في المستقبل يتم نفس الموضوع مع بعض الدول الأخرى اللي يعني وعود جدية. سيد جمال اليوم مباشرة تونسي، ثم وعود جدية اليوم ربما تنجح في إنقاذ ربما نوعا ما الاقتصاد التونسي؟ لا لا مش لهذه الدرجة، هناك بعض الدول تفاعلت في حدود معينة، وهناك بعض الدول لم تتفاعل أو لم تجب أو ما زالت معناها الأمور الصورة معها مش واضحة، والمسألة مازالت متواصلة معناها مسألة محدودة نوعا ما. هي خطوة نتمنى أن نواصل فيها، لكن فما زادها بعض المسارات ما زالت لم تتقدم. نعم، شكرا لك أماني ولضيفك، كنت معنا مباشرة من الحمامات. ونذكر أن ممثل الأمم المتحدة في المشارك في هذا المنتدى أكد قرب استرجاع تونس لدفعة جديدة من هذه الأموال خلال الأسبوع الجاري. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مثل تشخيص وضعية الفساد في تونس وتصور سبل وآليات الوقاية منه العنوان البارز لملتقى حول مكافحة الفساد في تونس وإنجازات 2015، ملتقى نظمته مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتعاون مع مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. غياب الإرادة السياسية واستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد مع تعثر دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام جملة الصعوبات المالية والبشرية التي تواجهها عناصر طرحت خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يوم كشف عن تفاقم الظاهرة واختلاف أسبابها. هي اليوم اللي موجودة لا ليس لديها حد الأدنى من الإمكانيات سواء البشرية أو المالية، ولذلك فإن الاعتماد على المساعدات الخارجية هو أمر حياتي بالنسبة لهذه الهيئة التي هي بصدد وضع اللبنة الأولى للهيئة الدستورية الجديدة. لازم الأطراف الكل تخدم مع بعضها، الانستانس انتي كوربسيون تخدم وعندها بيدجي وتخدم مع المجتمع المدني اللي هو زاد لازم عنده تمويل، ومع الدولة الإدارة اللي هي زادة لازمها
توعي اللي لازمها تخدم مع الممثلين هذوما. فما قوانين ساعة يلزمها تخرج لحماية المبلغين، معناها قوانين تقاوم الفساد وتعاقب على الفساد. بعد فما آليات أخرى كما منظومة إلكترونية مثلا يلزمها للتبليغ على الفساد، هذه منظومة بصدد الإنجاز. وفي إشارة إلى تداعيات الفساد على الاقتصاد الوطني، تم التأكيد على أن الفساد يكبد الدولة خسائر في نسب النمو إلى جانب ارتباطه بالتهريب والإرهاب، وأن الحد منه يتطلب تعزيز تعاون دولي والإسراع في تركيز الجانب التشريعي المناسب. دولة القانون تقتضي أنه الحكومة أيضا الهيئات الدستورية ومجمتها هيئة الحكم أن يقع واضح. نحن نعمل الآن بكل كثافة بكل قوة أنه نسير يعني مشروع قانون الحكومة سيقدم إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الأجل، علاوة على أن الهيئة الحالية سيقع يعني تفعيلها بدرجة قوية. فالأمم المتحدة تتضافر جهودها مع منظماتها مع الحكومة ومع المجتمع المدني لدعمها في سن القوانين والتشريعات اللازمة لخلق هذه الهيئة التي هي ضرورة للفساد، الاستئناس بتجارب دول أخرى ولدعم المجتمع المدني. واعتبر أن إحداث الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يستوجب تكينها من كل الوسائل الضرورية لمتابعة مهامها ونشر ثقافتها. وإلى مجلس نواب الشعب، حيث يواصل المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 16 و2000 في ظل تواجد فصول خلافية ودون توافقات بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم. تؤكد المعارضة أن المشروع في صيغته الحالية يفسح المجال أمام التهرب الجبائي، فيما يعتبر نواب الائتلاف الحاكم أن قانون المالية سيمكن الدولة من دفع الاستثمار وتوفير فرص تشغيل. أثار مشروع قانون المالية لسنة 16 و2000 موجة جدل بين نواب مجلس الشعب، حيث اعتبر عدد من نواب المعارضة أن القانون في صيغته الحالية مليء بالألغام، لا سيما وأنه يقدم للمتهربين جبائيا الإطار والدعم القانونيين. هذا قانون تعمد ديونية مرتفعة، هذا قانون تهرب جبائي، هذا قانون متاع معناها تفقير أكثر لي معناها الطبقة الوسطى. هذا القانون ما يعطيش الإجابات الحقيقية المتعلقة بمقامة البطالة وتحقيق التمييز الإيجابي للجهات الداخلية. الفصل 61 هو يساوي بالضبط الفصل 8 في قانون المصالحة الاقتصادية اللي اقترحته رئاسة الجمهورية، وهو يتعلق بالعفو على جرائم الصرف. القانون بالفصل كما جاء في قانون المالية اليوم ما يوفرش حتى ضمانات. في المقابل، أكد نواب الائتلاف الحاكم أن مشروع قانون المالية يبني لعدالة جبائية ويدفع نحو مزيد الاستثمار والتشغيل. مسألة يعني إعادة الثقة للمناخ الأعمال اللي يقتضي في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة ما أنه نقوم ببعض إجراءات فيها صلح، سواء بالنسبة لعقوبات الصرف أو بالنسبة لعقوبات الجبائية أو الديوانية. انتخ بونكير هالمصالحة هذه يعني ما بين البنوك اللي في الخارج والبنوك اللي في تونس. البنوك اللي في الخارج يعني قدامها قوانين اللي هي قوانين بلدان خارجية اللي هي زاد فيها مقاومة تبييض الأموال ومقاومة الإرهاب، وثانيا البنوك التونسية اللي هي زاد تحت مراقبة البنك المركزي لبنك سنترال. الناس اللي عندهم فلوس في الخارج مش نشجعهم أن فلوسهم تدخل لتونس وتدخل في الدورة الاقتصادية التونسية. هذا الفصل مش معمول، والناس اللي عندهم فلوس الخارج تدخلهم وتقعد طبعا بالعملة الصعبة وتخلص عليها 5% لفائدة الدولة وتدخل في الدورة الاقتصادية. النائب عن حزب تيار المحبة محمد الحامدي أكد أن قانون المالية لن يترجم تطلعات الشعب التونسي إذا لم يتضمن ما طالب به الحزب من مقترحات. منحة البحث عن عمل المقدرة ب 200 دينار ل 500 ألف عاطل عن العمل. 2، التغطية الصحية للذين لا يتمتعون بطاقة علاج سواء كانت البيضاء أو الحمراء. 3، لنا مقترح آخر يهم رجالات الأمن والجيش الذين استشهدوا في سبيل الوطن. ويذكر أن أحزاب المعارضة انسحبت من جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا، وذلك بعد انعدام التوافق بينها وبين أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقد عقد نواب المعارضة المنسحبون من الجلسة العامة ندوة صحفية أكدوا فيها أنهم سيلجأون إلى الطعن في دستورية مشروع القانون بعد المصادقة عليه على خلفية تضمنه فصولا قالوا إن من شأنها إغراق البلاد في المديونية. قطع نواب المعارضة جلسة التصويت على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 16 و2000، وهم نواب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين، إلى جانب النائب المستقل عدنان الحاجي. ولم تبقى المعارضة ممثلة سوى في نائبي تيار المحبة اللذين بقيا في الجلسة العامة لتمرير مقترح تعديل. وفي ندوة صحفية أوضح النواب المنسحبون أسباب المقاطعة التي تأتي بالأساس احتجاجا على مقترحات التعديل لنواب الائتلاف الحكومي. أحزاب الائتلاف الحاكم تتقدم بمشاريع نتاع تعديل تكرس التهرب الجبائي، تنقص من موارد الدولة، تضرب في العمق مبدأ رئيسي ومبدأ أساسي ومطلب أساسي اللي هو التشغيل. قالك ما نجمش نخدم، تو انت من جهة ما عندكش فلوس وتعاون في المتهربين والمتحيلين بتعديلات المشروع القانون نتاعك، باش في الاخر فين نوصلوا؟ الإدارة تتكتف فيديها وبتجم تحصل حتى فرنك. ناش نناقشوا في قانون ميزانية الدولة، نحن نناقشوا في قانون ميزانية أحزاب حاكمة لا علاقة له بالدولة. المعارضة تدافع على الشفافية، تدافع على المساواة، تدافع مع العدالة الاجتماعية، والأحزاب الحاكمة في اتجاه تكريس الفساد أكثر فأكثر. عديدة هي الفصول التي أثارت احتجاج المعارضة ودفعتهم إلى مثل هذا الانسحاب، لعل أهمها الفصل 61 المتعلق بالإعفاء من جرائم الصرف، فصل اعتبروه مراوغة لتمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل. فصل متاع تبييض الفساد، فصل رد الجميل للذين مولوا حملات انتخابية للائتلاف الحاكم، فصل فيه تحيل لأن الفصل هذا يرد في قانون المصالحة ولما كانت ضغوطات كبيرة على قانون المصالحة حطوا الفصل هذا في قانون المالية. وأكبر دليل أنه الفصل 61 اللي هو خاص بالمصالحة الاقتصادية والمالية الموجود في قانون المصالحة غير موجود في النسخة الأولى انت قانون المالية انت اكتوبر. المعارضة لوحت بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية للسنة القادمة وقد انطلقت بعض في جمع التوقيعات. امام هذا الاصرار الغريب من الرباعي الحاكم على المضي الى التصويت، احنا جمعنا التوقيعات اللازمة للطعن في دستورية القوانين، تحملوا مسؤوليتهم لانه هذا يضر بصورة البلاد انه يقع نقاش القانون متاع الميزانية وقانون المالية في غياب المعارضة. وبالتوازي مع هذه الندوة الصحفية واصلت الجلسة العامة اشغالها بالمصادقة على بقية فصول مشروع قانون المالية محل الخلاف في توافق غير مسبوق. نظمت جمعية بوصلة ندوة قدمت خلالها جملة من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية إضافة إلى المقترحات المقدمة من قبل المواطنين. قدمت جمعية بوصلة قراءة في مشروع المجلة القانونية للجماعات المحلية المقدم من قبل وزارة الداخلية على اعتباره المشروع الوحيد. 6 مقترحات لجمعية بوصلة، أهمها منح مشاركة أوسع للمواطن في ظل غياب آليات واضحة تجعل من مشاركته مشاركة فعالة وإيجابية في اتخاذ القرار حسب تعبيرها، إضافة إلى علاقة السلطة المركزية بالجماعات المحلية. اللي نشوفه أن المجلة ما تستجيبش في الحقيقة لهذا الشيء، صحيح ما تذكرش مصادقة لكن الوالي باقي الدور متاعه نشوفوه يأثر على القرارات. ما نعطيك مثال، فما قرارات بلدية أو جهوية لازم تستنى شهرين باش تطبقها باش تشوف الوالي ينجم يعترض عليها ولا لا. احنا نشوف الوالي كيفه كيما أي مواطن عنده الحق الاعتراض عند المحكمة الإدارية، لكن الدور متاعه لازم ما يأثرش على القرارات اللي تاخذها مجالس منتخبة منتخبها المواطن. مشروع المجلة القانونية للجماعات المحلية عاملة على تكريس مبدأ الاستقلالية المالية المحلية التمييز الإيجابي خصوصا مع وجود بعض البلديات المهمشة. مبدأ التمييز الإيجابي لازم يكون حسب دي كريتير واضحين ومعايير تكون محددة من لجنة فيها الناس الكل، معناه ممثلة من الناس الكل. وإحنا مرة أخرى نقولوا إلي المشروع هذا فريمون من أهم المشاريع اللي علاش، على خاطر اليوم المواطن يحب الواقع متاعه يتبدل، المواطن يحب الخدمات تقرب له، الخدمات المحلية تكون بالصفة ويعني بالكاليتي اللازمة. كما دعت جمعية بوصلة إلى اعتماد الحكم القضائي كطريقة وحيدة لحل مجلس منتخب، إضافة إلى ضرورة سحب جميع المعطيات المتعلقة بالتكريس التدريجي للامركزية من النص وإدراجها في الأحكام الانتقالية لمشروع المجلة القانونية للجماعات المحلية.
استثمر في قطاع الصناعات التقليدية وثمن شهادتك العلمية هو شعار حملة توعوية لتشجيع الطلبة على الاستثمار في الصناعات التقليدية نظمتها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية منوبة بالتعاون مع المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندن. لقاء مع المهنيين والمختصين فرصة أتاحها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية منوبة لكل من حامل الشهائد العليا والعاطلين عن العمل والباحثين عن فرص شغل لحثهم عن الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية. اللي ناقص صناعتنا التقليدية هو تطويرها وتحسين يعني ملائمتها مع الأذواق، يعني مع اليوم الأذواق التونسية، يعني بطبيعة ذوق التونسي اللي هو تغير شوية كيف المستهلك الأجنبي. وفي إطار التشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية جملة من الامتيازات والشروط الميسرة يوفرها البنك التونسي للتضامن للباحثين الشبان. يوفرها البنك هو التمويل بأسهل الطرق بالنسبة لي، أما فما امتيازات قلت لك عليها ياخذ 6% منحة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية اللي فيها معدات، وبالنسبة للمشاريع الصغرى احنا نمول قروض مال متداول. حملة تحفيزية كانت فرصة للطلبة للاطلاع على آفاق الاستثمار في هذا المجال، وكانت دفعا للبعض منهم للتفكير جديا في خوض هذه التجربة في المستقبل. أعطونا برشا امتيازات باش نستثمروا في القطاع هذية، وشخطو اللي في تونس الحاجة هذية معناها نقصتنا على الاخر. دخلوا الاختزانة في المونتاليتي في الوعي نتاع لي جون تاع توا، خاطر باش نخليوها تدوم في المستقبل. الاختزان مش كيما قلت انت الزربيه والقفه وذاك الكل، الماتيريو صحيح معمول هذاك، اما الاختزان هي الحرفه سافوار فير، يعني العباد اللي تصنع القفه القديمه تنجم تصنع ساك مودرن ويتلبس يلبسوا الشباب توا من نفس الماتيريو هذيك. ابتكار منتوج يمزج بين اصاله الموروث التونسي وصيحات الموضه، فكره نسج على منوالها العديد من الحرفيين وكذلك الباعثين الشبان من حامل الشهائد العليا. واحد ما يقعدش يبطل شد الدار، منا نتخدموا، واحد يدخل فلوس ينحي الستريس نتاع البطاله، وان بلوس ملها الا معناتها الكلها معناتها نخدموا فيها بيدنا باش ما ننسوش الصنعه نتاعنا. فماشي خدمه برومو خلينا نعمل يعني امتي بروجي مشروع صغير في الدومين تاع الصناعه التقليديه. حرفه ولئن تلقى صعوبات على مستوى الترويج فان الهياكل المعنيه اكدت انها ستعمل على تذليل هذه الاشكالات عبر خلق مؤسسات تجاريه في مجال الصناعات التقليديه في اطار شراكه او عبر تشجيع المستثمرين الخواص. اطلع رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي على تقدم إنجاز مشروع سد المالح الكائن بعمادة بوجرير من معتمدية غزالة بولاية بنزرت، والذي بلغت نسبة تقدمه 35%. ويرمي المشروع الذي تبلغ كلفته 47 مليون دينار إلى دعم مخزون البلاد من المياه، إذ تقدر طاقة خزنه 41 مليون متر مكعب، كما سيتيح إحداث مناطق سقوية محيطة به تتجاوز مساحتها 200 هكتار. واطلع رئيس الجمهورية على المخطط المديري لتحويل مياه الشمال وجملة مشاريع السدود في البلاد، 4 منها بصدد الإنجاز و8 أخرى مبرمجة، متعرفا على المشاريع الكبرى للتزود بمياه الشرب. كما زار رئيس الجمهورية المدرسة الإعدادية بعمادة بوجرير، أين استمع إلى مشاغل المواطنين في علاقة بالتنمية والظروف المعيشية بالقرية. انعقدت اليوم الدورة 35 للجمعية العامة لاتحاد إذاعة الدول العربية بمشاركة مسؤولي الهيئات الإذاعية والتلفزية في الدول الأعضاء وعدد من المختصين والخبراء في مجال الأعلام السمعي والمرئي. وقد تم خلال هذه الدورة توزيع جوائز التبادل البرامجي الإذاعي والتلفزي. تضمنت الجلسة الافتتاحية وجلسة العمل الأولى للدورة 35 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية تقرير المدير العام للاتحاد، والذي قدم فيه نشاط الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين السابقة والقادمة. أعددنا الخطط اللازمة لساعد هيئاتنا على الدخول إلى هاي ديفينيشن أو التلفزيون عالي الدقة وما بعده، مجالات الرياضية نوفر كم منها ونستعيد لإعداد دورة العبر
الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو. من ضمن أهم المواضيع التي تم مناقشتها هو التصدي الإعلامي لظاهرة الإرهاب. وكما تعلمون عقد الاتحاد ورشة عمل مكثفة في شهر أبريل الماضي وأصدر عدة توصيات وجاري متابعة تنفيذها. وخلال هذه الجلسة الافتتاحية تم توزيع الجوائز والشهادات الخاصة بالتبادلات الإذاعية والتبادلات البرامجية التلفزية، وقد تحصلت مؤسسة التلفزة التونسية على جائزتين. بالنسبة لقسم الأخبار من خلال حصوله على الجائزة الثانية في مجال الروبورتاج بالتحديد روبورتاج زنزوت والزميلة إيمان بوقطاية الغطاوي حول موضوع الشباب واستعمال ولراديو الواب، وهي تجربة جديدة في تونس. الجائزة الثانية لأحسن منسق تبادل إخباري عربي على الصعيد بطبيعة الحال العربي حصلت عليها الزميلة سميرة المهداوي. في هذه الجمعية العامة تم انتخاب الأستاذ رشاد يونس رئيس مدير عام للتلفزة التونسية بالنيابة كنائب أول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية في الدورة القادمة التي تمتد لمدة سنتين. شبكة صوت العرب التي أتشرف برئاستها حصلت على الجائزة الأولى قدرها $1,000 وتسلمت اليوم هذه الجائزة نيابة عن زملائي مقدم ومعد البرنامج والمخرج أيضا محمد محمود وحاتم العجمي. ويتضمن برنامج هذه الدورة ورشات عمل من بينها ورشة عمل حول مدونة السلوك الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع. بهدف التخفيف من أثار نزاع قارب 5 سنوات بليبيا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يناهز 2.5 مليون من محتاجها، قام فريق من الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية والمنظمات الليبية بإعداد خطة أطلق عليها خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا. إنقاذ الأرواح وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب حماية الأشخاص الأكثر ضعفا هي الأهداف الأساسية لخطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقها الفريق القطري الإنساني المشترك في ليبيا. نحن نهدف إلى أن نعين بحدود 1,300,000 إنسان محتاجين للعون الإنساني بإلحاح في ليبيا، من مجموع 2,400,000 إنسان محتاجين للعون الإنساني بالإجمال. هي خطة طموحة وهي يعني خطة مطلوبة تماما لعام 2016. ممثلون عن بعض جمعيات المجتمع المدني في ليبيا حضروا الإعلان عن هذه الخطة، وأطلق بعضهم صيحة استغاثة بسبب ما آل إليه الوضع في بعض المدن الليبية. 147,000 أسرة نازحة في مدينة بنغازي، لدينا 210 مدرسة تقع في مناطق الاشتباكات وأكثر من نصفها مدمر. في مدينة بنغازي ينقصنا، لدينا مستشفى وحيد يعمل بطاقة تقريبا أقل من 20% من الطاقة الفعلية. الوضع الأمني في ليبيا مثل أحد أهم التحديات التي يواجهها فريق إعداد هذه الخطة. إيفاد أشخاص للمساعدة أو لتقديم المساعدة بشكل مباشر من خارج ليبيا يخضع لتحدي أمني كبير وخطير جدا، ولذلك يعني حتى الخطر يطال الإخوان والأخوات الليبيين العاملين في القطاع الإنساني في ليبيا، لأن الانتقال من منطقة إلى أخرى في ليبيا أيضا في خطر عليهم وخطر كبير. ويعني حصل حالات خطف لعاملين في الحالة في المجال الإنساني. $165 مليون هي تكلفة خطة يأمل واضعوها أن يمولها المجتمع الدولي المانح، وتتجاوز في نسبة نجاحها خطة سنة 2014 التي لم تتعد 34%. في العراق أكد مصدر أمني مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مسجدا للشيعة شرق البلاد. وقال المصدر ذاته إن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف أثناء خروج المصلين بمنطقة العبيدة شرق العاصمة، وقد طوقت القوات الأمنية منطقة الحادث ومنعت الحركة فيها تحسبا من وقوع هجمات أخرى.
في اليمن أكدت الرئاسة اليمنية اليوم أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في اليمن اعتبارا من 15 من ديسمبر الجاري موعد بدء مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في سويسرا. وينص الاتفاق بين الجانب الحكومي من جهة والحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى على رفع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلات تابعة للحوثيين وصالح. لقي 37 شخصا على الأقل من المدنيين وأفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم، وأصيب 35 آخرون في مدينة قندهار إثر هجوم شنته حركة طالبان على مطار المدينة. أن القتال لا يزال مستمرا حسب ما أكدته وزارة الدفاع الأفغانية التي أضافت أن 9 من مقاتلي طالبان قتلوا في الهجوم وأصيب آخرون. في الرياضة، فاز النجم الساحلي على النجم الأولمبي بسيدي بوزيد بنتيجة هدف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع 8 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعتهما بعد ظهر اليوم بالملعب الأولمبي بسوسة. وسجل البرازيلي دياغو كوستا الهدف الوحيد في الدقيقة 10. افتتاح النتيجة لصالح النجم الساحلي، الكرة رجعت من علي العياري. بلغ النجم الساحلي المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية البطلة في كرة اليد التي تستضيف سوسة منافساتها إثر انتصاره على مكارم المهدية في الدور نصف النهائي بنتيجة 29 مقابل 19 لصالح النجم الساحلي الذي سيلاقي في الدور النهائي يوم الجمعة المقبل الأهلي السعودي المنتصر على صفاء السعودي بنتيجة 16 هدفا مقابل 15. استعدادا للمشاركة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستقام في 7 جانفي المقبل ببلاكوب يجري المنتخب التونسي لكرة الطائرة أكابر حاليا تربصا تحضيريا بالبوسنة يتخلله إجراء 3 مباريات ودية ضد أندية بارتيزان بلغراد والنجم الأحمر ببلغراد وستارة باتزوفا. ومن جهة أخرى ودائما في أخبار الكرة الطائرة، فقد تم انتخاب التونسي منير بن سليمان نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي. تذوق لمستحضرات سلطعون البحر نظمها المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري لفائدة المطاعم والنزل. سلطعون البحر هو منتوج بحري جديد تكاثر مؤخرا في خليج قابس. أطباق متنوعة تم إعدادها بسلطعون البحر، منها الباردة والساخنة، أطباق تم عرضها في إطار تظاهرات تذوق لمستحضرات هذا المنتوج البحري الجديد لفائدة المطاعم والنزل نظمها المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري. سلطعون البحر استعملناه في عدة أطباق تونسية وأجنبية، ما يطيش منه شيء. نحن خذينا الشيغ نتاعو خدمنا بها لي فاكس، خدمنا لي بانس هذوما خدمنا بهم الصوص تاع لي بات، والكركاس هذه خدمنا بها البيسك اباز دو كراب. دابيتود انا دابيتود البيسك دو كروفيت او بيان البيسك اباز دو لونغوست. بالكراب عطانا، انا بصراحه جيتي ايتوني با لي ريزولتا. ايفيكتيفمون شاتروني رايز دي لي زانفيتي سيتي داكور كو الفالور نتاعو معناها اونغو ما بنين برشا. سلطعون البحر منتوج تكاثر بسرعة في المدة الأخيرة في خليج قابس وتحديدا في معتمدية غنوش، وتسبب في تمزيق شباك البحارة ما دفع سلطة الإشراف إلى التدخل لفائدة البحارة ولتثمين هذا المنتوج الذي يتمتع وفق المتدخلين في التظاهرة بقيمة غذائية وتجارية. التظاهرة هذه تجي بعد تكاثر سلطعون البحر على مستوى خليج قابس، وقع جلسة عمل بوزارة الإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وقع مخطط تنفيذي في المجال هذا للنهوض بالمنتوج هذا، وتم تكليف المجمع بترويج المنتوج هذا، خاصة وأن أثبت التحاليل أن المنتوج هذا اللي هو السلطعون البحري يعتبر الكراب ذو قيمة تجارية وذو قيمة غذائية. السلطعون البحري أول مخرج خرج في ولاية قابس وبالذات في معتمدية غنوش، البحارة عملوا صيحة فزع، السلطة الكل التفوا على البحارة وحبوا ينقول أسواق المنتوج هذا، طلع منتوج عنده برشا منافع صحية وبرشا فيتامينات. منذ شهرين بدأت عمليات
جس نبض السوق الخارجية، وقعت عملية تصديرية توحاليا، كذلك وقع انكباب خاصة من جانب البحث، خاصة على مستوى الأقفاص اللي هو يتصطاد بالأقفاص من السقز بيصطاد بالشباك. إجراءات من شأنها أن تثمن سلطعون البحر وتساعد على ترويجه في السوق المحلية والخارجية. ختم النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. قبل تسلم جائزة نوبل للسلام، الرباعي الراعي للحوار الوطني يؤكد من أوسلو أن الجائزة تكريم للشعب التونسي وتتويج لمساره نحو الحرية والديمقراطية. إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين وحدات عسكرية ومجموعة إرهابية في جبل الشعامبي بالقصرين. نواب المعارضة يلوحون بالطعن في مشروع قانون المالية لدى المحكمة الدستورية، والجلسة العامة تواصل المصادقة عليه بنواب الائتلاف الحاكم. ويمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر العنوان الإلكتروني info@tunisiatv.tn، ونذكر كذلك أن 97 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.